قوات البيشمركة في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن كركوك وأهلها، وتضحيات الجسام التي قدمتها في سبيل تكريس الأمن والاستقرار وتحقيق الحرية والسلام. وأكدوا أن التاريخ سيسجل بفخر واعتزاز تلك الملاحم البطولية لقوات البيشمركة التي ستضيف لسجلهم الحافل بالمآثر صفحة مشرقة ومشرفة أخرى. يشار خالد والتفاصيل. لا شك يوما ما سيكبر الأطفال ويتذكرون كيف كانوا ببراءتهم الطفولية يمرحون في كنف عوائلهم في متنزهات وحدائق كركوك بأمان وسلام. ولا شك أن الآباء والأمهات سيسردون قصص تضحيات البيشمركة في الدفاع عن كركوك وأهلها، وكيف استطاعت بإباء وشموخ أن تجعل كركوك مدينة آمنة مستقرة وتحافظ على كرامة العوائل الكركوكية وتساهم في بناء جيل يعشق الحرية والسلام. مكان كلش حلو، وإحنا نشكر أخواننا هنا، نشكر أخواننا البيشمركة على هذا الأمان والأجواء المفريهة. العوائل مرتاحة بكركوك السلام، والله يحفظ البيشمركة وينصرهم. قاعد يقاتلون على العراق العظيم كل الجبهات، والحمد لله حرروا تل الورد ومكتب خالد. الله ارحم شهدائهم وديهم ذخر للعراق ان شاء الله. الحمد لله اجواء حلوه وامان، ومثل ما تشوف عوائل كلها طالعه، يعني طبعا الامان هو اساس كل شيء. وما شاء الله مدينتنا مدينه كركوك مدينه السلام، طبعا تضحيه كلش كبيره، ويعني اكبر كرم موجود هو الكرم بالروح يعني. فما شاء الله الله ينصرهم ان شاء الله ويبعد عنا الارهاب اجمعين كل العراق ان شاء الله. والله احنا فخورين بيهم، الله وكيلك فخور، يعني نحسب نفسنا نكون وياهم ندافع عن المحافظة كركوك بامان الى اليوم ما شاء الله. اعلاميون ومثقفون اكدوا بان اهالي كركوك ستتذكر بفخر واعتزاز ملاحم وبطولات قوات البيشمركة في دفاعها عن كركوك واهلها، وستتناقل الاجيال قصص وماثر البيشمركة في تجسيد السلام وحفظ الامن والاستقرار في كركوك. نشيد بدور قوات البيشمركة الابطال الذين سطروا اروع الملاحم في جبهات كركوك المختلفة، وهذه الملاحم البطولية موضع فخر واعتزاز لنا نحن كمواطني كركوك وإعلامي وصحفي كركوك. ومن هنا نذكر لأجيالنا القادمة بأن هذه الملاحم البطولية التي سطرها قوات البيشمركة في حدود مدينة كركوك ولحماية كركوك ستكون قصص وحكايات تذكرها أجيال بعد أجيال. يلمح أحيانا بصيص ضوء وأراه الآن بعيون الأطفال، وهم مرحون ومطمئنون بحماية شجعان البيشمركة. وأتمنى أن تدوم هذه الحالة ونرى أطفالنا ويمرح عوائلنا في الحدائق والمنتزهات العامة. قوات البيشمركة تسطر أروع الملاحم والبطولات من أجل كركوك وأهلها، وأصبحت محطة إعجاب وتقدير العالم أجمع. يشار خالد، فضائية كركوك. أفاد مصدر من قضاء الحويجة بمقتل أحد كبار إرهابيين